السلام عليكم المتتبعات والمتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاموال، في احسن الاحوال. المهم يلا، اليوم نهار الحد، جات شيماء بنت خويا، جات لعندنا للدار. مهم جات حتى مهم عاونتني، دوشات لي انايا. عرفتي يا خوتي، اللي عنده صحته يحمد الله ويشكره، واللي عنده صحته يحاول ما امكن ما يتبلى بشي حاجه اللي غادي يضر الصحه، حيت الصحه كنز لا يعرف قيمتها الا المريض او اللي فقدها. ولكن واخا هكاك الحمد لله، الحمد لله راضين بقدر الله، اللهم لك الحمد. كنحمد الله وكنشكرو بالليل وبالنهار، اللهم لك الحمد. هاد الصورة فاش بغانا سيدي ربي احنا فيها. المهم غادي نهضر، بغيت نهضر على واحد الموضوع. بزاف ديال الناس كيحسوا بأن الإعاقة عيب، الإعاقة ما مزياناش، ولا الإعاقة ما يمكنش شخص معاق ولا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يخرج لبرا مثلا. ولا المهم حنايا الحمد لله راضين بالقدر ديال الله، متصالحين مع عاداتنا، متصالحين مع عاداتنا، راضين بالذات اللي عطانا سيدي ربي راضين بها. كاينين شي وحدين، كانت واحد الاخت تواصلت معاها شحال هادي، قالت لي يا ودي انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما كرهتش حتى انا تكون عندي كروسه متحركه بحالكم، فين زعما دبرتو عليهم وشريتوهم واش هكا واش هكا. قلت لها لا يا اختي، حنايا كنديروا الاعلان في الفيسبوك في اليوتيوب مع الصفحات مع القنوات، وكيجيب الله التيسير، والمحسنين كيساعدونا وكيصيفطوهم لينا. قالت لي هي عندهم واحد الثقافه في بلاد في بلادهم في المنطقه اللي كتسكن فيها، اللي عنده الاعاقه ما كيخرج ما كيشوف الشمس. ايوا بيتيني انا نمشي نلوح تصاوري في الفيسبوك ولا ندير الاعلان في الفيسبوك؟ لا، راه الاعاقه جات من عند الله، الحمد لله حنا راضين بها. وهذه الرساله بغيت نوصلها الاخوان والاخوات والوالدين ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. شي ام عندها ولدها مريض ولا عندها بنيتها مريضه، راه ماشي زعما الى صافي رزقك الله بشي وليد مريض ولا شي بنيه مريضه، راه صافي اسميتو، راه زعما انت دايره شي ذناب ولا دايره شي فطيحه ولا دايره شي حاجه اللي ما مزياناش. هاد الشيء راه القدر من عند الله، الله كيبتلي العباد ديالو، واللي ابتلاه سيدي ربي عارف باللي خبى ليه شي حاجه حسن من هاد الشيء، من حسن من الدنيا، حسن من هاد الشيء اللي كيعطي للناس في الدنيا. مثلا الانسان ابتلاه الله بشي مرض، ماشي صافي يحبس على راسو ويسد على راسو وما يخرج، ما يهضر مع الناس، ما يشوفوه الناس، ما حتى حاجه. الرساله اللي بغيت نوصل، مثلا شي ام دابا قالت لك اودي انا عندي ولد مريض ولا عندي بنيه مريضه، ما نقدرش نخرجها، ما نقدرش يشوفوها الناس، المجتمع ديالنا فعلا المجتمع ديالنا ما كيرحمش، فعلا المجتمع ديالنا حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقوله. ولكن انتي ولا انت اللي عندك ولد ولا بنيه مريضه، حتى داك البنت ولا ولد عنده الحق، عنده الحق يخرج، عنده الحق يمشي للسوق، عنده الحق يمشي يقرا، عنده الحق في بزاف ديال الحوايج. راه داك الشخص بحالو بحال الناس، غير هو نقصو واحد الحاجه. شكون اللي نقص ليه ديك الحاجه؟ ماشي انا، ماشي انتي، ماشي انت، الله هو اللي نقص ليه ديك الحاجه باش يشوفو، باش يشوفو واش غيصبر
ويشوف تاع عائلته واش غتصبر معاه. المهم الحمد لله حنايا كما كنقول لكم ديما راضين بالقدر ديال الله، ديما كنخرجوا الحمد لله، ديما كنخرجوا هكا، كنمشيو للعراسات، كنمشيو للسبوعه، كنمشيو للصدقه، كنمشيو فين ما قدينا زعما نوصلوه كنمشيو ليه، زعما ما محبوسينش في الدار اللهم لك الحمد. وفرضنا رؤوسنا في المجتمع، حيتاش فعلا المجتمع راه ما كيرحمش، المجتمع راه كيشوف كيوريك بالصبع، ايه حتى هذيك مسكينه جات، مسكينه جات حتى هي بغات تخرج، مسكينه حتى هي خرجات، ولا هادشي راه من حقي نخرج، من حقهم يخرجوا الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، راه حتى هما محتاجين يخرجوا يشوفوا برا، من حقهم يخرجوا يشوفوا برا، من حقهم يتجاولوا، من حقهم يديروا مشاريع الى قدين عليهم، من حقهم يديروا اي حاجه. ماشي مثلا فعلا كنشوف شي وحدين شي تعاليق الله يهديهم كيقول لك مثلا الى مثلا الاخ ولا الاخت ديالو مثلا ولا الاخت والاخ ديالها اللي مريض وشي صحيح مثلا كيبان معاه ولا كيخرج معاه كيقول لك داير داك الاخ ولا داير ديك الاخت كمحتوى باش يطلب فيها، راه هادي النوع ديال السعايه ولكن بطريقه اخرى، راه حتى هذاك المعاق راه من حقه يخرج، ومن حقه حتى هو يدور، من حقه يسافر، من حقه يدير بزاف ديال الحوايج. ماشي الا خرجت مثلا لبرا راه خرجت باش نسعى، ماشي الا مشيت للسوق راه مشيت باش نسعى، ماشي الا خرجت مع خويا نمشي لبرا راه خويا كيسعى بيا مثلا، راه سمعت هاد الهضره ماشي مره ماشي جوج، راه فايت ليا كنت واحد المره عند واحد الجزار في السوق، لقيت هكا بزاف ديال الرجال قدامي تسنيت باش يدوزو دوك الرجال باش نمشي نتقدى داكشي اللي بغيت نتقدى، وجا واحد الرجل داك الجزار قال ليه عطي لهادي شويه باش تمشي تبعد لك من الكليان، ولكن داك الجزار الله يرضي عليه تال هاد النهار الله يرحم ليه الوالدين، قال لي هاديك راه ما كتسعاش، راه جات حتى هي تقدى بحالها بحال هادو اللي شفتي واقفين على رجليهم. والحمد لله واخا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبكروستي كنمشي كنتقدى، كنتقدى الحوايج، كنتقدى السلع الى خصاتنا، كنتقدى اي حاجة خصاتنا للدار كنمشي كنتقداها. فعلا ضروري من المرافق، المرافق ضروري منه، ولكن كاينين شي وحدين ما كيبغيوش يبانو، ما حتى يرضاوش يبانو، راه كما قلت لكم الاخت قالت لي ودي راه عائلتنا محافظه ما يمكنش ليا نطلب شي حاجه وهما ما قادينش يشريو ليا الكروسه، الا ما قادينش يشريو لك اختي الكروسه راه من حقك ديري الا ما بيتيش تبيني وجهك، جلسي في الكروسه العاديه ديالك وخبي وجهك وديري الاعلان في الفيسبوك وشوفي. قلت لكم ماشي اي واحد عنده اعاقه صافي راه نهاية العالم، المعاق عنده الحق يدير اللي بغى حتى هو بحالو بحال الناس، واخا ما عندناش الصحة راه كتكون الإرادة وكتحاول ما أمكن ديري شي حوايج تانتية اللي كيدير اللي عنده صحته، كتحاولي ديري شي حوايج اللي كيديرهم الشخص العادي. الصحة فعلا اللي ما عنده صحته راه صعيب الحال، صعيب ليه الحال بزاف 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 بزاف، تال واحد الدرجه ما تصوروهاش، واللي عنده صحته الله يخليها له. وبالنسبه للاعاقه اخوتي راه ماشي عيب، ماشي شي ذنب درتيه ولا شي ذنب داروه والديك، حيتاش الاغلبيه ديال الوالدين كيقول لك اش درتها ربي علاش عطيتيني هاد الوليدات مرض مثلا، راه اختي ولا خويا الا عطاك الله وليدات مرض راه عطاك واحد الامتحان يشوف واش غتصبر دوزو ولا لا، راه شحال راه شفنا المعاقين
ما كيرطوش يبانو، ما كيخرجوش، جالسين غير في ديورهم، ما كيبانوش في المجتمع، ما كي عائلتهم ما راضيينش بيهم بهذا المصطلح. كتشوفيهم ما كيخرجوا، كتشوفي كاينين شي عائلات ما فراسك كاع واش عندهم شي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا عنده مثلا شي خلل في عقله، ولا مهم مرضي. راه المرض ماشي عيب، سواء عندك السكر، سواء عندك الطانسيو، سواء عندك القصور الكلوي مثلا، سواء عندك اي حاجه عطاها لك الله، راه غير باش يمتحنك واش غتقدر تصبر على ذاك المرض ولا لا. وحتى الإعاقة راه بحال الإعاقة بحال المرض، غير مختلفين شوية. الإعاقة كتبدا من عندك من صغرك، والمرض مثلا ما كيجيك حتى لواحد المدة في حياتك. مثلا بحالي أنا تمشيت حتى كانت عندي 14 عام، ماشي غادي نقول لكم زعما جاتني ديك الساعة فاش كنت يلا جلست في الكروسة جاني ساهل، لا. امتى تشجعنا باش نخرجوا في السوشيال ميديا؟ هو 2010 ولا 2009، جلست كنتفرج في الاخبار ديال دوزيم، وشويه شفت واحد الشخص من بلادنا راس زعما بصحته بكل شيء، شفته كيهضر في الاخبار، تعجبت، واه كيفاش داير لهذا، كيفاش كيفاش كيفاش. وهضرت مع واحد صاحبتي جات ديك العشيه، جات لعندنا، قلت لها والله الا شفت هاد فلان من دواركم راه خرج راه هضر على المشكل ديال ما شنو شنو، ما كرهتش حتى انا يعطيني نمرتهم نتصل بهم لعل وعسى يجيو يصوروا معنا زعما حتى حنايا نبانو، راه بغينا اللي يساعدنا في بزاف ديال الحوايج، منهم الكروسه، منهم ديك الساعات حتى الكروسه العاديه كانت ما عندناش، كون عندنا ديك الساعات الكروسه العاديه ممكن نقراو حتى حنايا واسميتو. حيتاش انا تزاديت بدات بدا المرض فيا من عامين، ولكن ما جلست نيت الارض حتى كانت عندي 14 عام. صافي داك العام الصراحه اش غادي نقول لكم، 2001 2002 2003 صراحه دوزتهم صعاب بزاف، ولكن من بعد قويت راسي هكا، كنخرج كنمشي، واخا هكاك ملي كانت عندنا الكروسه العاديه صافي كنمشي، كيجيو صحاباتي كيخرجونا، كنمشيو للبلايص، مشينا للعراسات، مشينا كما قلت لكم للسبوع، مشينا للمناسبات هكا، مشينا للسوق بالكروسه العاديه، واخا كنلقى المشكل ديما المشكل في الترونسبور كنلقاه، ولكن واخا هكاك قاومت وصبرت. صافي مشات قالت لي هذيك البنت صافي غادي نعطيك النمره ديال داك السيد وهضري معاه على علا وعسى يجيو صحاب دوزيم يصوروا معاكم. صافي هضرت معاه قال لي واخا، ولكن قال لي المشكله الا عطيتك نمرتهم هما ما غاديش يجيو باش يتصوروا معاك انتيا، حيتاش انتيا زعما ماشي مسؤوله على شي حاجه باش يجيو. صافي قلت لي واهضر معاهم انت اللي زعما مسؤول في البلاد، راه غادي قول لهم شنو كاين شنو كاين راه غادي يجي. قال لي واخا صافي قال لي واخا صافي هضر معاهم. عرفتو من 2009 ولا 2010 ما جاو حتى النهار 1 اكتوبر 2012. عرفتي فاش اتصل بيا قال لي راه صحاب هاد الناس راه يجيو غدا، ما نعستش، كنقول علاش غادي يضحكوا فيا الناس، غادي يقولوا لي الناس كتسعاي، غادي وصافي. وشويه صافي تشجعت قلت داك الشيء اللي في قلبي، ولكن صراحه هما ما كيخليوش كل شيء. صافي سير داك الشهر حتى 17 عاوتاني في الشهر 11 جا داك برنامج ديال القناه ديال تمازيغت وجا لعندنا. هذاك الصراحه خلى كل شيء، غير شي لقطات حيدهم، ماشي زعما خلا كلشي عاوتاني. صافي من ديك الساعات وبدينا، حيت ديك الساعات ما عارفينش شنو هي الفيسبوك، ما عارفينش شنو هو اليوتيوب، ما عارفينش شنو هو الواتساب، ما عارفين حتى حاجه على فهادشي حيتاش ما قاريينش. حنا فرضنا رؤوسنا في المجتمع،
ماشي غادي نتسناو المجتمع باش يلطف بيا ويقول لي مسكينة محتاجة الحنان، محتاجة نخرجوها، محتاجة. لا، كنمشي انا وصحاباتي اللي فقدي. الله، دابا كل وحدة مشات لدارها، الله يكمل ليها، الله يسخر ليها، وصافي. هادشي اللي كاين، راه الإعاقة كنقولها وكنعاود نقولها ماشي عيب وماشي حرام، وما عندنا أي ذنب في الإعاقة ديالنا. بالعكس، إذا صبرنا راه غادي يجازينا الله بالجنة الفردوس الأعلى مع الصديقين مع الشهداء مع النبيين إن شاء الله. يا ربي الله يرزقنا ويرزقكم جنة الفردوس. والمهم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى نعطيكم شوية ديال الطاقة الإيجابية، سواء اللي عنده ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء اللي ما عندوش. الحمد لله ونشكره. ايوا هذا الشيء اللي كاين. ايوا بلا ما نطول عليكم، راه هذا الفيديو طويل، ولكن راه الا بينا نهضروا في هذا الموضوع راه خصنا ساعات، خصنا ساعات وساعات. والمهم، تهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.